دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية جنوب كردفان أن نستضيف عدد من الناشطين السياسيين للحديث حول الراهن السياسي في البلاد، حيث تشهد الساحة السياسية في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر من العام الماضي أزمة سياسية وانسداد الأفق، على الرغم من المبادرات الكثيرة التي شهدتها الساحة خلال الفترة الماضية. خلال الحلقة حنستمع لآراء المشاركين ورؤيتهم في كيفية الخروج من هذه الأزمة السياسية. في البداية مستمعينا الأعزاء حيكون معنا الباشمهندس أيمن جبريل من مدينة رشاد. يعني بالنسبة لي أنا حسب قرايتي للواقع والشيء الشايف والشيء الماشي، أنا قاعد أسأل نفسي دائما يعني نفس السؤال، الناس ما هو بعد ما عملوا قرارات بعد 25 أكتوبر دي ما قالوا قرارات تصحيحية لأوضاع اقتصادية لأوضاع مجتمعية لأوضاع سياسية وإلى آخره، وكل يوم البلد ماشي من سيء لأسوأ، والناس دي كلها شايفة، وحتى هم ذاتهم قبل كده أقروا يعني حميتين لسان وقال إحنا عملنا الانقلاب ده على أساس أنه نقوم نصحح المسار عشان نمشي لقدام، والأوضاع ماشي للأسوأ، والبرهان زي ما بيقولوا ناس وأركان حرب وصادين دي بيطينة ودي بيعجينة، الأوضاع الاقتصادية كل يوم متدهورة، الأسواق بقت لا تطاق، ما في أي شيء، الحياة وقفت تماما يعني، لا في تنمية لا في معاش مواطن لا في أمن، النهب على عينك يا تجربة في داخل سوق جاكسون ده، هذاك الحرامي بيدخل يده في شنطة البيت، الناس كلها بتعاين والشرطة بتعاين، ما في زول، البلد بقت ما فيها يعني كان ما في دولة، أنت مسافر ماشي الولايات النهب المسلة على قهوة نشيط، أنا ما أعرف الناس دارين يوصلون لبين يعني، دارين يروا الإنسان ده غير أنه المؤتمر كان حجم البلد، البلد كانت في أمن وأمان يعني، ولا دارين يوصلون لشو؟ أنا بالنسبة لي المخرج من الأزمة الراهنة ومن الإنسداد، يعني الآن في إنسداد تماما ما بين القوى السياسية المختلفة وما بعض، يعني المؤتمر الوطني ده العقلاء فيه شايفين أنه المخرج من الأزمة دي هم المفروض بعد ده يقعدوا في الرصيف يمشي يراجعوا التجربة بتاعتهم والفترة بتاعتهم بتاعت 30 عام دي، التنظيم ده ما حكم بخير وبشر، لكن بعد ده المراجعات، لكن فيه ناس نازل لحد اللحظة مصرين يا فيها يا نطفيها، ده بالمختصر المفيد يعني الشيء ما ماشي عليه البلد والانهيار الحاصل في كل المرافق وفي كل المستوى المؤسسات وعلى كل المستويات بسبب انه الناس ما دارين يتنازلوا، الحل والمخرج الوحيد النازل يخلوا الشباب ويخلوا الثوره دي تصل غاياتها وبعد ذاك الناس تمشي لقدام تشوف انتخابات وغيره وغيره، لكن طالما هم متمسكين بالسلطه دي الموضوع ده ما حيكون عنده حل بالطريقه دي. الان ننتقل الى السيده بازر داود من لجان مقاومه كادوغلي. بعد الانقلاب بتاع 25 اكتوبر المشؤوم اللي دمر حياه السودانيين ورجع البلد لورا، ونحن الان نشوف الدمار في كله، في كل البنى التحتيه، السيول بتجرف المواطن الفقور في جنوب كردفان، وما في اي تدخل من الدوله عشان تعالج الكوارث الجايه للشعب السوداني بسبب الانقلاب، لانه ما في حكومه لحد يوم الليله، ما في اي سلطه تنفيذيه محترمه قادره توصل البلد للدعم. ظهرت مبادرات كثيرة جدا منها المبادرة بتاعت فولكر، المبادرة بتاعت الإيجاد وجنوب السودان، القوى السياسية في الداخل، حتى الجلسات بين الحرية والتغيير، المجلس المركزي والعساكر قبل عيد الأضحى، كل المبادرات دي للأسف الشديد ما في مبادرة واحدة عندها رؤية واضحة لانتشال البلد دي اللي قدامه. للأسف الشديد هي عايزة تثبت الانقلاب وخليه أمر واقع، حكومة بتاعت أمر واقع في السودان، لذلك الشارع يرفض هذه المبادرات تماما، وفكر الشارع قال كلمته من يوم 25 أكتوبر إنه تاني لا تفاوض ولا شراكة لا شرعية، المطلوب القوة السياسية ولجان المقاومة والقوة المؤمنة بالتغيير الثوري والتغيير الجذري إنها تتفق وتواصل نضالها السلمي لحد ما تستعيد البلد نحو التحول الديمقراطي.
نعم، يعني الإشكالية في المبادرات اللي اتقدمت. ايوه، هو بالواضح يعني كل المبادرات اللي اتقدمت دي، انا بقول بصريح العباره انه القوه الانقلابيه اللي عملت الانقلاب نفسه هي اللي قاعده تحرك المبادرات دي عشان تحقق مخرج امن وتلقى بنفسها من الجرائم الكبيره اللي ارتكبتها. دي المشكله هنا. الشارع الراي واضح جدا جدا انه المؤسسه العسكريه تبتعد من العمل السياسي، ترجع سكناتها، البلد تكون فيها حكومه ديمقراطيه مدنيه مستقله، يكون لها كامل السيطرة في حدود البلاد، في العلاقات الدولية وغيره من الملفات الوطنية. نعم، لكن ده بيجي كيف؟ بمزيد من النظام يتماسك توحد الرؤية السياسية. أنا أفتكر إنه كل الأحزاب السياسية الموجودة في السودان من مصلحتها إن البلد تكون بلد مدنية، العساكر ينقوا بنفسهم من السلطة، إلا الفلول هم اللي بيرفضوا هذه الحياة. والآن نبقى مع الناشط خالد محمد في مدينة تلودي. والله لا، زمان الوضع عام كده مش في سياسة من الناس، لأنه لا ما في حكومة واضحة كده عشان تسير العمل. ويا هو الانقلاب ده من مجال أمور ساعات حتى الآن نحن الزورة بالناس يا هو بتغزو على الزورة ده بقى، ما في مشكلة، التعارض بقى غالية شديد وما متوفر وما في دخل وما في حكومة ذات عشان تقوم بأي عمل. يا هو الناس يتمنى إنه الأمور دي تنفرج وتتحلى وتتكون حكومة للأقل تقدر تسير الأمور. والعسكر ياهو جربوه ما في أي نتيجة، ما بد إن الأمور تنزل للسلطة المدنية عشان الناس تقدر تحل في المشاكل وتواكب في التطور الموجود في العالم كله. والناس بيشوف إنه الحل في الحكومة المدنية القادرة لتسيير اللي هو الدولة. ما في حل تاني، إنه العساكر ما عندهم موافقة يديروا جوه الدولة، أو إلا الحكم المدني المفروض ينزل ويتابع الإجراءات عشان حتى إنه الفترة الانتقالية دي تنتهي بانتخابات، بعد ذاك الشعب يشوف اللي بيختاروا شنو. نعم، لكن كمان الحاجة دي بتبقى كيف إذا مثلا الأحزاب السياسية دي ومنظمات المجتمع المدني يعني في تباعد فيما بينهم، الحكومة المدنية دي بتجي كيف؟ والله اللي يكون لازم يتفقوا هم الآن الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني، لازم يكون في اتفاق، لازم يكون في اتفاق عشان انه الامور دي تمشي، لانه غير كده ما في حلول تكون واضحه. في مبادرات كثيره ولكن هو اغلبها الناس عندهم في اراء، خاصه اخر مبادره بتاعت الشيخ بتاع مدوم باندا، لكن هو دخلوا فيها، هي مبادره في مضمونها كده ما فيهم كلام، لكن دخلوا فيها الناس اللي اصلا كانوا في المشكله اللي فاتت، يبقوا هم ذاتهم يعني تاني جايين يخشوا بالطريقه دي، فدي دي المشكله. الآن الوضع ما بيستحمل تأخير أكثر من كده، لا بد إنه يكون في اتفاق ولا بد إنه الوضع المدني يرجع. وأخيرا أعزائي المستمعين، نبقى مع دكتور بلال كلمني في مدينة كادوغلي. بالنسبة للوضع السياسي الراهن في السودان، ومن خلال متابعتنا لما يجري في الساحة السياسية، نجد إنه لا زال الوضع في حالة اختناق وانسداد كامل في الأفق السياسي في الساحة السودانية، وهذا إن دل إنما يدل على عدم الضمير الإنساني وعدم الاهتمام بالدولة السودانية وقيام دولة مدنية ديمقراطية حرة مستقلة. فإذا رجعنا إلى الخلف نجد أن الأزمة السودانية أزمة قديمة ومستفحلة منذ العام 1956 إلى يومنا هذا، وكان العشم أن هذه الثورة المجيدة أن تقوم وتؤسس دولة سودانية تقوم على العدالة والسلام والحرية، بمعنى دولة ديمقراطية مدنية نموذج لكل أنظمة الحكم في القارة الإفريقية. ولكن الصراعات الأيديولوجية والمصالح الشخصية أطاحت بهذه الثورة. صحيح أن هناك أحزاب أرادت أن تصعد وتتبنى شعارات هذه الثورة دون الآخرين، وللأسف الشديد
أن الحركات المسلحة التي كانت تنادي بالتهميش وبناء السودان وهيكلة القوات المسلحة وكل الأماني التي كانت تنادي بها تلك الحركات إبان صراعها مع المركز أو مع حكومة البشير، للأسف هذه الشعارات لم تتحقق حتى الآن. ولكن كان الصريح والواضح أن الصراع هو من أجل الكراسي، من أجل السلطة فقط. لا زال اتفاق جوبا يترنح. الحكومة القائمة الآن وعلى رأسها البرهان، في تقديري أن قرارات 25 أكتوبر الأطاعت بالحكم المدني، هذا من ناحية أخرى قد أثر تأثير سالبا على الوضع في السودان وأرجع الوضع إلى ما كان عليه، وأزاح حكومة حمدوك التي سعت سعي حسيس في بناء علاقات مع المجتمع الدولي وإعفاء السودان من الديون ولائحة الإرهاب. فكل هذه كانت إيجابيات، رغم الوقت كان قصير ورغم المكايد لحكومة حمدوك، إلا أن القرارات التي كانت يزعم البرهان أنها تصحيحية فلم تكن كذلك للأسف. ولكن البرهان إن لم يجد سندا وتأييدا من الحركات المسلحة لما أقدم على تلك القرارات، بالتالي حتى يكون الوضع يعني جيد في المرحلة القادمة يجب على البرهان أن يتراجع من تلك القرارات ويعود الحال إلى ما كان عليه من قبل، ويتم التسريع في تنفيذ اتفاق جوبا وتكوين حكومة متفقا عليها، ومن ثم يوكل لها مهام معين، هيكلة القوات المسلحة والدمج والتسريح بالنسبة للحركات المسلحة، ثم مفوضية الانتخابات والتعداد السكاني والترتيبات والتجهيزات لانتخابات حرة ونزيهة في وقت لا يتجاوز السنتين أو 3 سنوات. ولا يمكن من المتصور أن تقوم انتخابات في هذا الوضع، وهذه الحكومة التي تأتي بعد الانتخابات حتى تكمل السلام الدائم المستدام أن تنخرط في حوار شامل بدون قيود مع حركتي جيش تحرير السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان مع عبد العزيز الحلو، عندئذ ينعم السودان بالأمن والسلام والرخاء. شكرا لجميع الضيوف الشاركون خلال الحلقة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.